صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. النهاردة يوم جميل، يوم صباح جميل جدا. الاثنين 24 أكتوبر، 14 بابا من قناة الملك والأمير. اليوم 14 من الشهر بابا، أحسن الله استقباله علينا وعليكم، ونحن بهدوء واطمئنان نغفر الخطايا والأثام من قبل مراحم ربي آبائي وإخوتي. أمين. نياحة القديس، بص مثل هذا اليوم تنيح القديس فيلبس أحد السبعة الشمامشة، كان من أهل قيصرية فلسطين، ولما عبر الرب يسوع له المجد بتلك الجهة وعلم بها، سمع هذا القديس التعليم واتبعه في الحال. ولما اختار الرب 70 تلميذا وأرسلهم ليكرزوا ويشفوا المرضى، كان هذا التلميذ أحدهم. واختار الرسل 12 واحدا من السبعة الشمامسة الذين أقامهم للخدمة، وقد بشر هذا الرسول في المدن السامرة وعمد أهلها، والتي صار عمد أيضا سيمون الساحر الذي هلك لما قصد أن يقتني موهبة الروح القدس بالمال. ثم أن ملاك الرب كلم في لوكس قائلا: قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خسي وزير الكنداكة ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ في نبوة أشعياء النبي. فقال الروح لفيلبس: تقدم مرافق هذه المركبة. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ في سفر أشعياء النبي. فقال له: لعلك تفهم ما أنت تقرأ. فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب فيلبس أن يسعد ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه، فكان هذا مثل شاه سيقت إلى الذبح ومثل خروف صامت، أما الذي يجز هكذا لم يفتح باب في تواضعه، انتزع قضاءه وجبل من يقبل به لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي بلبس وقال: أطلب إليك عن من يقول هذا النبي، عن نفسي أم عن واحد آخر؟ ففتح بلبس فيه وابتدأ من هذا الكتاب بشعه بيسوع المسيح. وبما هما سائرين في الطريق أقبل على ماء، فقال الخصي: هو ذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ قال بيلبس: إن كنت تؤمن كل قلبك يجوز. فأجاب وقال: أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. فأمر أن تقف المركبة، فنزل كلاهما إلى الماء. بيلبس والخصي فعمده، ولما صعد من الماء خطف روح الرب بيلبس، فلم يبصره الخصي أيضا، وذهب في طريقه فرحا. وأما بيلبس فوجد فيه أشجود، وبينما هو مجتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء إلى قيصرية أعمال الرسل 8:26-40، وطاف بلاد آسيا وكرز فيها بالبشارة المحيية، وكان له أربعة بنات يبشرون معه، ورد كثيرين من اليهود والسامرة وغيرهم إلى حظيرة الإيمان، وتنيح بسلام. صلاته تكون معنا آمين وربنا دائم آمين. أشكركم أحبائي، منتظر تعليقاتكم ولايكاتكم وشاركاتكم في القناة. مساء الخير أعزائي الكرام، كل عام وأنتم بخير، ويا رب دايما تكونوا بسعادة وخير وسعادة. بعد إجراء الدي إن إيه وثبوت نسبه، لماذا التأخير في تسليم الطفل لوالده؟ مطالب بسرعة لتسليم الطفل لوالده بعد أن كشفت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان عن طفل يدعى اسمه، عثر عليه دائن وعمره 2 في الشارع، وتم إيداعه بالدار وتغير اسمه ليصبح سيد، وإن أسرته ظهرت بالفعل وتعرفت عليه بعد نشر صورته على صفحة المؤسسة ضمن المفقودين. وعلى أثر هذا الفيديو أمر النائب العام بالتحقيق بالقضية، وتم استدعاء مدير المؤسسة والد الطفل الذي أبدى حزنه من تباطؤ تسليم ابنه نتيجا للإجراءات الرسمية. وقدمت النيابة سريعا كل سبل الدعم لوالد الطفل، وأكدت سرعة تسليمه بعد التأكيد بإجراء تحليل الدي ان ايه وسرعة استيفاء الأوراق الرسمية. وبعد مرور أكثر من شهر على إجراءات تحليل الدي ان ايه وثبوت نسب الطفل، إلا أنه حتى الآن ما زال وجيه صابر والد الطفل كورولوس في انتظار قرار تسليم طفله دون معرفة أسباب التأخير. وحتى الآن رغم حرص النيابة في بداية التحقيقات على إنهاء الأمر سريعا حرصا على مصلحة الطفل ووالده. الجدير بالذكر كان محمود وحيد مدير مؤسسة في 19 سبتمبر الماضي قام ببث فيديو يكشف عن وجود طفل يدعى سيد تم العثور عليه من قبل 2، وبنشر صورته تعرفت أسرته عليه، وجاء والده ومعه خادم بالكنيسة يدعى سيفن، وطلب منهم إنهاء الإجراءات تسليم الطفل. وبعد مرور عام من الزيارة وانقطاع الاتصال مع والده بث هذا الفيديو حرصا على مصلحة الطفل حتى لا يتم
تسليم الأسرة البديلة. وعقب هذا الفيديو تحرك والد الطفل والأستاذ ستيفن أو ستيفن نجيب والكنيسة كما رصد المحامي العام هذا الفيديو وطالب بسرعة التحقيق، حيث استمعت النيابة لمحمود وحيد واستمعت لوجيه صابر والد الطفل والأستاذ ستيفن نجيب أو ستيفن نجيب الخادم بالكنيسة وبحضور الأستاذة ميري جودة نصير المحامية التي قدمت الأوراق الرسمية الخاصة بالطفل وتابعت أخذ عينات التحليل من الأب والطفل وتتابع أسبوعين انتصار صدور قرار تسليم الطفل لوالده بعد ثبوت النسب. وطالب الأقباط سرعة تسليم الطفل لوالده ولا سيما أن النيابة قد أدت تعاطفا كبيرا مع والد الطفل ومع الطفل ووالده وأكدت على سرعة تسليمه بعد إجراء التحليل، ولكن من أكثر من شهر دون صدور قرار التسليم وهو ما يثير علامات استفهام حول أسباب التأخير في إنهاء القضية، حيث أنه لا يوجد أي مبرر لتأخير تسليم الطفل بعد إجراء التحليل وظهور نتيجته، وهو مع عكس ما قدمته النيابة من تعاطف أثناء التحقيقات. رحم الله مصر من هؤلاء الذين يحاولون أن يجعلوا مصر بلد ولتكن كأنها لم تكن بلدا للمسلمين والمسيحيين، ولكن نعلم وكل اليقين أن لدينا حكومة ذكية ورئيس قوي يبحث دائما عن المواطنة. المصري الديمقراطي الاجتماعي، قرار الإفراج عن زياد العليمي خطوة مهمة تؤدي لتحقيق انفراج ديمقراطي. قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيانه اليوم إنه تلقى قرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي من بينهم زياد العليمي أحد وكلاء مؤسسي الحزب بترحيب كبير وتقدير وافر. وأضاف البيان أن الحزب يعتبر هذه الخطوة مهمة جدا والتي سبقتها عدة خطوات مشابهة بالإفراج عن عدد لا يستهان به من المحبوسين السياسيين، والتي من الممكن حال استمرارها وارتباطها بخطوات أخرى في مجالات حرية الرأي والتنظيم أن تحقق الانفراج الديمقراطي المنشود. وتابع البيان أن الانفراج وهذا من الممكن أن يحقق وهذا ما يطمح إليه السياسيون من إصلاح سياسي اعتبره الرئيس عبد الفتاح السيسي الأدب المنشود للحوار بعد أن أشار بوضوح لأن هذا الإصلاح قد تأخر كثيرا. وأكد البيان أن الحزب يرحب بقرار الرئيس وبقدر أهميته في إنجاح الحوار السياسي الذي دعا إليه، مؤكدا الحزب على دعم هذه الخطوات التي يتخذها الرئيس ويطالب بالمزيد منها. ويذكر أن المحامي بالنقد وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي علق على قرار الرئيس بالإفراج عن زياد العليمي عبر صفحته على الفيسبوك قائلا: الله أكبر، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر القرار الجمهوري 510 سنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي، وذلك باستجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالا لدعوة الرئيس بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي. شكرا لكم أحبائي وأعزائي ولكم من كل حب وتقدير، والسلام ربي يكون معكم أمين. لا تنسوا اشتراككم بقناة الملكة والأمير مع حبي وتقديري الإعلامي جرجس.